اهلا وسهلا فيك رالفون. كيفكم؟ نحن منيح، اللوك جديد حلو. ايه اكيد بدنا نغير دائما. هيدا عبوه بالصيف يعني. هلا كمان باك، هلا ايستر جاي. انا حاسه ايه مش نكر كمان روز وملون. انت دائما منور. الحمد لله. ثانك يو. شو في عنا مواضيع لليوم؟ والله اليوم از انسبيريشنال ماندي سميناه، لانه اتس فيري اتس ذا توبكس كثير كثير انسبيريشنال وكثير بيوحوا للواحد يظبط حياته ويحلي حياته. اكزاكتلي رح نبلش بشيء اسمه الباكت ليست، اكيد سمعتوا عنه. هو كونسبت انشهر مش من زمان من ورا فيلم بهوليوود اسمه باكت ليست. اللي هو الكونسبت باكت ليست يعني انت شو بتحطي قصص بدك تعمليها قبل ما تخلص حياتك. يعني كل القصص اللي حلمك تعمليها بالحياه. صحيح. سو في التكنولوجي دائما بتساعدنا حتى لو قصص لها علاقه بحياتنا الخاصه. رح نبلش نحكي عن اول اب موجوده على اندرويد اسمها يوليفاي. هي اتس باكت ليست ابلكيشن، تعطينا suggestions شو القصص that we can complete نحن نزيدوا على الليست تبعنا. بنقدر نلاحق قد ايه كل نهار عم نعمل قصص اذا عملناهم. مثلا هون عم نشوف، خلينا نشوف. اوكي هون عم نبلش بماي اون باكت ليست. هاف يور اون بريزنت تي في شو. اوكي كارلاولين. اكزاكتلي سو هيدا دان بريزنت تي في شو. خلينا نشوف غيره. مثلا عم نشوف غير ناس شو حاطين. مثلا حدا حاطط جامب فروم ان ايربلين، حدا حاطط بده ياكل انسكتس بده يجربها. شو طيبين. جربتيها؟ اعوذ بالله. في غير قصص مثل مثلا يعمل تور تبع كل امريكا باي كار. سو يوليفاي هالاب تعطينا سجستشنز شو في قصص فيها نعملها ونزيدها ونصير نتبعها. طيب كيف بتعرف شو منحب نحن مثلا؟ ما هي ما بتعرف، بس تعطيك كثير سجستشنز وانت بتنقي. مثلا هيدي مثلا هون فيزيت ذا بينك بيتش، في محل بالعالم الارض الرمل لونه زهر. اوكي. فبتصير تزيدي وبصيروا اصحابك يعلقوا شو عملتي وشو ما عملتي وشو خلصتي. تيك كوكينج كلاس. حلو. شوف شي بتحبوا انتم يعني مثل البورد ليست يلي هي ما اعترف فيها كانت قبل، كيف الانرجي تو اتراكت جود انرجي كمان مثلاً. لازم تكتب كل احلامك بالبورد وتركز عليهم وتصير تشطبين. يعني هيدي نفس الشيء انتم عبالكم تعملوه. يعني هيدي الفكره انه كل ما بتفكر فيها وبتقشعهم قدامك كل ما بتقربهم مثل ما عم بتقول كارلا يعني تو اتراكت. مضبوط. بعدين بتصير تلاحظي لانه اوقات ابشع شيء بالحياه انه اوقات بيقطع وقت طويل ما بنكون عملنا شيء بلا ما نحس. فلما يكون عندنا ليستا بالعكس ات هيلبس اس اوت. اوكي رح نضلنا بالانسبيريشنال، بس رح نحكي عن تيد توكس. تيد توكس هي كونفرنس بلشت بكاليفورنيا من عدة سنين لورا. الكونسبت تبعها هو ideas worth spreading. مزبوط. يعني بيطلعوا بيحكوا عن الايديز تبعهم معنا صغيره بتكون. اكزاكتلي بيكون الايديا معها 18 دقيقه للواحد يخبر عنها. في كثير ناس مشهورين حكيوا مثل مثلا بيل جيتس او غيره. مثلا في بيل كلينتون حكى عن رواندا، او حتى مونيكا لوينسكي طلعت حكيت عن القصه اللي صارت بينها وبين بيل كلينتون وكيف اثرت بحياتها. واحد يعني الناس اللي كتير بيضوها هن اللبنانيه ماي خليل لما طلعت حكيت عن الماراثون. نعم. وورلد وايد. وغير تيد توك اللي هو الاوفيشال، في تيد اكس اللي هو بيكون سمولر اورجنايزد اندبندنتلي لكل شخص اذا حابب يقدم عنده فكره ام شيء فيه يروح يشترك فيه ويطلع فيه. هلا تيد توك لها ابلكيشن كمان فيها نزلها وهي بتعطيني سجستشن شو احضر. رح نحضر سوا فيديو تبع التيد توك تبع ماي خليل كرمال ماراثون بيروت. رح نحضر بارت صغير منه سوا. I come from Lebanon and I believe that running can change the world. I know what I have just said is simply not obvious. You know, Lebanon as a country has been once destroyed by a long and bloody civil war. Honestly, I don't know why they call it civil war when there is nothing civil about it. Long distance running was not only good for my well-being, but it helped me meditate and dream big. So the longer distances I ran, the bigger my dreams became. Until one fateful morning, and while training, I was hit by a bus. I nearly died, was in coma, stayed at the hospital for 2 years, and underwent 36 surgeries to be able to walk again. As soon as I came out of my coma, I realized that I was no longer the same runner I used to be. So I decided, if I couldn't run myself, I wanted to make sure that others could. After 10 years in Lebanon, from national marathons or from national events to smaller regional races, we've seen that people want to run for a better future. After all, peacemaking is not a sprint. It is more
of a marathon. Thank you. برافو. بيجي عامل واحد يزقف عن جد. حلو كثير. الفيديو اخذ تقريبا اكثر من 3 مليون فيوز من وقت ما اطلق لهلا وبعده عم بيزيدوا لان تد بلاتفورم كثير كبيره وكثير معروفه. فنحن بننصح العالم ينزلوا الموبايل اب ويجربوها. اوكي رح نحكي بعد عن موبايل اب هلا. اوكي كل هول الاحلام حلوين بس كيف بدنا ننفذهم؟ طبعا. فشوي اكثر هلا على الليفل اذا بدك التنفيذ في موبايل اب اسمها كيب جوجل عاملينه. كيف بتخلينا نحتفظ بليستا للتاسكس تبعنا؟ فيهم يكونوا تاسكس كبار او تاسكس صغار مثل السوبر ماركت ليست او مثلا قصص بدي اعملها كل نهار تو دو ليست. الحلو بكيب انه مثل ما عم تشوفوا بكعب الصفحه غير من بعد ما اعمل ليستا بقدر زيد ناس عليها. سو بقدر انا ومثلا مرتي او ليتس سي انا والعائله انا واخواتي هول الامور اللي بدنا نعملهم مشتركه فبصير كل الناس تعمل ابديت للليستا مثل الشوبينج ليست كل واحد شو جاب اغراض عم شوف صوره غيره عندهم جلسة عندهم مثلاً على الإيستر هلأ يمكن كلهم بيجتمعوا يمكن مثلاً كريسمس جيفتس أو حيلا نوع أفكار هيدي بدل ما يكون في جروب على الواتساب في هيدي التودو ليست مشتركة مزبوط الواحد في حط ريمايندرز في يعمل تشيك وان تشيك لاحظوا كم ليستة فيها نخلق واو. فيها عدة ليست نعملهم حلوة الابليكيشن مثلاً في أعمل اتاتشمنت لماب وحط عليها نوتس معينة وين بدهم يسافروا كمان هلا بالصيفيه كمان بتزبط معهم كمان لان بحضر مثلا سفره مثلا اي تورستيك سايتس بدي اروح اشوفهم سو كيب باي جوجل كمان موجوده على ايفون وعلى اندرويد ننصح كل الناس ينزلوها ويجربوها حلو كثير كثير حلوه الابلكيشنز اللي جبت لنا اياهم اليوم مثل العاده رالفون انا بتشكرك كثير شكرا قدرت نجمه البوب مادونا هي بس وقعت بالكونسرت باستراليا لا بس بركي نحضرها سوا هلا رح نحضرها سوا شفت انت بتحضرنا نحن بنحضرك يلا يلا بنحضرها سوا خلال إحدى حفلات ملكة البوب مادونا ضمن جولتها العالمية ريبل هارت بملبورن أستراليا تم تصويرها من قبل الجمهور هي وعم توقع عند الراجة ثلاثية العجلات أثناء أدائها لإحدى الأغنيات هي ومتنكرة بزي مهرج وبالرغم من سقوطها على المسرح إلا أن ظلت مكمل الاستعراض والحفل بكل حماس وفرح وإيجابية